بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض الرموز اللي احنا لو شفناها في المنام بتاعنا نعرف ان في حد لا قدر الله عمل لنا سحر. بس ناخد بالنا من حاجه، ان لازم يكون الرمز عندي مكرر. يعني ايه مكرر؟ يعني بيظهر معايا في المنام بشكل متكرر. ما ينفعش مثلا ان انا اشوف الرمز ده مره او مرتين ساعتها اقول لنفسي ان انا عندي سحر واوهم نفسي وادخل بقى في دوامه الاصابه والدجل والكلام ده. لا، لازم يكون عندي بصفة مكررة، وكمان يكون عندي حاجة خارجية. يعني ايه خارجية؟ يعني حياتي من برة مثلا يكون فيها تعطيلات، يكون فيها عدم قضاء حاجة، يكون فيها كروبات بتعرض ليها، يبقى عندي حاجة اسمها قرينة خارجية، وده هنشرحه ان شاء الله اللي يتابع معنا في القناة. بحيث القرينة الخارجية اللي هو حالي في الواقع لازم يكون ماشي مع الرمز اللي موجود جوه الحين. تمام؟ تعالوا بقى مع بعض ناخد رمز رمز. اول رمز عندنا لو شفناه في المنام، لو لقينا حيوانات مفترسة بتهاجمنا. يعني ايه حيوانات مفترسة؟ ثعالب، اسود، نمور، فهود، ممكن مثلا احيانا جمل، احيانا دب. رغم ان الجمل ما يعتبرش واخد الرمز الفريسة او انا اقدر اقول عليه حيوان مفترس، لكن مهاجمة الحيوانات دي بتكرار زي ما قلنا دي بيجي لي انا في سحر للحالم هنا، وبالذات كمان لو لونها اسود. ايه؟ تعابين سودا، عقارب سودا، ايه كلاب سودا. الاسود طبعا مفيش اسد اسود، لكن مهاجمة الاسد ليكي، مهاجمة النمر ليكي، تلاقيه مثلا بيجري وراكي في المنام عايز يأذيكي. فاي مهاجمة من اي حيوان فارس او حيوانات لونها اسود، ولازم تاني شرط مكرر عندنا الاحلام دي، يبقى دي على طول نعرف ان فيه غلط في اصابة عندي. لا استوب بقى واخد بالي وابتدي برنامج رقية. دي رقم واحد. رقم اتنين، ممكن برضو رؤية البورس. البورس باعداد كبيرة، البورس باعداد كبيرة بيوحي لي انا بسحر مرشوش، بعكس مثلا لو شفناه على الحيطة او كده بيبقى عين او حسب. بس ده مش مجاله دلوقتي، خلينا في البورس اللي بيبقى كمية كبيرة على الارض بيبقى سحر مرشوش للرائي. مثلا عندي برضو كمان رؤية المقابر، وجودك في المقابر باستمرار احيانا بترمز لي انا سحر مدفون. بس احنا هنا مش يعني مش هركز قوي على انواع السحر، يكفي بس اللي احنا اخدنا دلالة السحر، وعليه لازم نعمل وقفة مع نفسنا ونتابع رقية شرعية ان شاء الله. يبقى عندنا قلنا مهاجمة الحيوانات، وقلنا البورس ابراص بكمية كبيرة، وقلنا وجودك في دايما باستمرار في المقابر او اماكن مجهولة، دايما بتمشي في ظلام مثلا برضو، او احيانا بتلاقي اماكن مهجورة مظلمة، دايما بتلاقي نفسك واقفة في اماكن زي كده. في برضو معانا من ضمن الرموز التانية، ممكن تلاقي دخل في الجسم مثلا دبابيس، مسامير، زجاج. يعني دي كلها برضو اشارات ان في سحر معمول للحالم. حتى مثلا لو نشتق من كلمة مسامير، ودي برضو قاعدة الاشتقاق هنشرحها لما نيجي نبتدي ان شاء الله ونتعلم تفسير الاحلام خط بخط مع بعض، وباذن الله هنزل كورس في القناة تابعوني هنتعلم مع بعض ازاي نفسر احلامنا بنفسنا. مسامير لو هنشتق منها، يعني ايه نشتق؟ يعني بنقسم الكلمة، هتيجي معنا كلمة مس، فده برضو معي هنا ان في هنا خطر، هنا خلي بالك في هنا اذى عليكي. وبرضو مش هننسى، هفضل اكرر كل شويه ان لازم تكون الرموز دي مكرره. دي حاجه. حاجه كمان برضو احيانا مثلا وجود العقد، وقود عقد، تلاقي حاجات كتير مربوطه، خيوط مربوطه. العقد دي في منام سبحان الله، يعني حتى زي ما في سوره الفلق ومن شر النفاثات في العقد، هي دي العقد باستمرار. ممكن برضو رمز معانا تاني، حد يلاقيه في الاكل بتاعه يلاقي فيه شعر او يلاقي فيه خيوط، خلاص دي دلاله قويه جدا ان هنا في سحر. ممكن برضو رمز يجي معانا حد يخرج من فمه خيط او شعر، برضو دي دلاله مهمه جدا ويعني واضحه جدا، يعني من اكتر الدلالات الواضحه الخيط او الشعر اللي بيخرج من الفم او يلاقيه في الاكل، دي برضو بتثبت لنا بنسبه كبيره قوي ان في سحر. ممكن كمان تلاقي دايما موجوده في الحمامات، وبتكون حمامات بصوره قذره ما بتكونش نظيفه خالص، وكمان الحالم بقى مش قادر ان هو يقضي حاجته. ومش شرط حمامات بس، ممكن برضو يلاقي نفسه في اماكن فيها نجاسه، اماكن فيها قذرات، فده احيانا برضو بيشير لسحر مثلا معمول بسحر بالنجاسه. ممكن حاجه تانية برضو الموت تحت قضبان القطار، لو دايما بيشوف نفسه واحد مثلا قطر عدى عليه ومات تحت القطر، دي برضو من علامه من علامات السحر. المشي في الطين، هي برضو دي يعني مش يعني مش هاخدها من اول مره، لان دي ما تعتبرش علامه قويه قوي، لان احيانا بتبقى علامه ذنوب. بس احنا اتفقنا بناخد بقيه الرموز في الحلم، وبنشوف باقي دلال الحلم، وكمان بنقارن بين القارنه الخارجيه او الشاهد الخارجي، يعني حياه الحالم في الواقع، وبنربطها بين وبين الدلائل والرموز اللي معايا في الحلم. يبقى كده مراجعه سريعه قبل ما نخلص. علامات
لو شفناها نعرف على طول اللي احنا مسحورين ولازم نعمل وقفه ولازم نتجه لرؤيه شرعيه. تاني قلنا مهاجمة الحيوانات المفترسه ويكون لونها غالبا اسود، عندنا التعبين، عقارب، كلاب، قطط، ممكن دب، اسود، نمور، جمال لو الجمال جاي برضو شكل مؤذي. دي حاجه حمامات تكون قذره او وجود في اماكن قذره واماكن نجاسه فيها قذرات، وجود الابراص بكميه كبيره، وجود الاكل او يكون في شعر او زجاج او حشرات او خيط الانسان يخرج من فمه خيط او شعر. ممكن برضو بتلاقي نفس الدم ماشي في اماكن مظلمه ومهجوره، المشي باستمرار في القبور. وكمان حاجة أخيرة زي ما قلنا الجسم بيدخل فيه مسامير، دبابيس، زجاج، دي كلها علامات تكون بنسبة كبيرة جدا بتدلي هنا إنذار خطر. ودي من الأحلام اللي نقدر نقول عليها إن هي أحلام نزارة. يعني إيه نزارة؟ يعني بيكون إنذار من ربنا، ربنا دي من رحمة ربنا بيكي بيعرفك خلي بالك في هنا إنذار في إصابة ليكي، فأنت لازم بسرعة تلجأ لرقية شرعية. وسورة البقرة طبعا باستمرار معانا كده. بإذن الله نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتم، وبتنسوش الاشتراك واللايك، وإن شاء الله تتابعوني عشان هننزل مع بعض رموز تانية كتير، وبإذن الله هنتعلم مع بعض إزاي نفسر أحلام. وشكرا لمتابعتكم.